بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. شكر الله لفضيلة شيخنا صالح بن فوزان الفوزان على هذه الدروس المباركة، والتي نسأله أن يجعلها في موازين حسناته وأن ينفعنا بها، إنه سميع مجيب. فضيلة الشيخ، أستأذنكم في عرض بعض هذه الأسئلة التي وردت إلينا. نعم، أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل القتيل بعد حياته مات أم استمر في الحياة؟ لا، ذكروا أنه مات في الحال، لما تكلم وبين من قتله مات مالا ومات في الحال. نعم، إنما أحياه الله لأمرين: أولا ليبين الحقيقة التي اختلفوا فيها، وثانيا ليعتبروا ويتعظوا من مشاهدة هذه الآية العظيمة.